شوف يا اخويا ريبا الله يستر الله يستر ديالك غادي تخدموا لي سير الحيط انت والسيد هات راه حمدك اخويا بالك 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 اسير اخويا رحموني فليت فليت هاد السيد هذا هاد السيد عنده الحانوت ديالو هو هذا في البلاصه كيخلص بالرواسم ديالي بالكونترادا ديالي ما كتساني في شهرين مخلص عليه وجاو ريبو ملي جيت عند القايد قال لي من بعد نعطوك الحانوت ساعات القايد قال لي من بعد بقى تخلص على حانوتك قال لي بقى تخلص على حانوتك ومن بعد غادي نصوبوا الحوانت ونعطوك حانوت من هنا تخلوا روح يعني ان هاد الناس هاد القايد هو متورط في هاد العمليه قالت لي انا بحالكم مشيت عنده حيت دابا وما كنت قال لي بقى تخلص على حانوتك ملي غنصوبوا الحوانت غنعطوك حانوت انت تقريبا لي بشي 3 اشهر دابا ولا 4 اشهر وباقي هاد القايد ناس اه وحيد داك مصطفى ها الحديد ها باقي نسيري ها الحديد ديالو ها كنخلص عليك يخلص عليك كنخلص عليه بالرواسم ديالي دابا الا بغيتو موجودين بالكونترادا ديالي جديده كتخلص عليه عندي الاول 1000 ريال الشهر اش من عام تبنى هاد الحانوت عندك اه قديم راه ديال جدودنا راني وارثو من الواليد تقريبا وارثو كان فيه الوالد وكانت فيه لا تقريبا تقريبا شي 80 سنه عندي 62 عام 52 عام كلشي 100 سنه تقريبا بحالكم يقدر يكون اول حانوت في هاد 95 تكون الصف هذا الصف راه صايب هو الاول هو الاول الصف هو الاول شنو المطلب ديالك انت انا المطلب ديالي الحانوت ديالي بغيت الحانوت ديالي ماشي انا كنخلص ماشي كيسالوني شي حاجه اللي تساني الجامعه شي حاجه تلقيتها الحانوت ديالك وحوانت ديال الحانوت ديالي وديال الاخوان هذا راه الصف ديال الحوانت كان 40 حانوت كانت 30 حانوت مني لهاد الجي 30 حانوت كانت مني لهاد الجي وجاو بناو فيهم الشوايه الشوايه كيقول لك انا القزاله ما كيخلصوش رقيب الحوانت شوية هذاك شوية شوية هادو اللي بناو انا نعرفوا شكون المسؤولين اللي وراء دخيل الكيرية انت هضر معاه قول لي المسؤولين اللي كيريبوا الله اعلم مسؤولين وراه مسؤولين اللي كيريبوا وراه انت هو من في التقدير ديالك انت القايد ورئيس الجماعة هما اللي مسؤولين في هذا الشيء هما اللي كيريبوا من وراه هما اللي كيدفعوا هو كيريب هما دافعين باش كيريب القايد ورئيس الجماعة هما المسؤولين مداعمين هما اللي مداعمينه الجماعة ديال الوقت اه كيتهدد عليهم كيقول لهم لا تنتفعوا هما كيكيريو البلايص هما هو كيبيع عليهم البلايص القايد ورئيس الجماعة هما اللي مداعمينه باش كيريب هاد الحوانت صاب ديال الحوانت كان شي اصلاح كون كانوا باغيين يصلحوا هاد الحوانت راهم غاديين يعلمونا كتعرفوا رحنا غادي نصلحوا ولا جنايا اسبوع يبنيوهم هاد الحوانت كلهم يبنيوهم ولكن جاو كيريبوا لنا في الحوانت ديالنا علاش؟ هذا هو اللي بغينا نعرفوا كاين اللي ساري كيموت بسبب الحانوت هذاك الراجل راه تفقص باش مات على حانوته باش غادي يعيش مرته كتبكي ما عندهاش وحنا السيد ريب من هنا وريب من جهه اخرى داهين كيريبوا واش كيجيب شي تراكس ولا شنو والحانوت اللي كيريب بالفاس ديالو قال لك سمعتي 35 كيريب في وادي حنا 70 واحد من بني هلال بحال السوق طعمنا منه بقاو ثلاثه دابا في السوق 70 واحد ريبوا لنا الحوانت مشينا بحالنا 70 واحد من بني هلال 70 واحد من بني هلال كذبحنا ملي رابوا لنا الحوانت مشات بحالها ما بقاتش بغات تخدم فاش غتخدم في الخلاق رزق ضاع مشينا بحالاتنا وعاد قهوة وعاد شوايات وعاد دنيا هانية ودنيا ثلاثة خاص الجامعة خاصها تخلص المشكل يردوا الحوانت القيادة الأولى الجماعة لا بريكاد لا بريكاد لا بريكاد تريبت هاي هاي لا بريكاد احد الثانية احد الشريش الماء راه العشاء راه الشبكة فيها رافي طلع على طلع شوف لي شوف لي باش تعرف راه كاينه الحقيقه ونكونوا واقعيين واش هاد الشهر بوحدي كلشي مرفوض هاد السيمانه ولا لا؟ هاد السيمانه هاد السيمانه اه وبي هاد السيمانه بلاغوا من نيتا ماتي تحيدوا من تما كنضر عليكم في التراب حيدوا من تما حيدوا من تما حيدوا من تما لازق حيدوا من تما خلي نشوف شو هاد الحاله شو هاد الحاله كي دايره اما يلاه مشطبينا هنا 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 كيسوسو الترت هنايا كلشي هنا 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 كيسوسو طلع شوف لا 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 خلي خلي كيفاش شوف شحال هكا دايره هادي حال ديك السيمانه راه مجاو كارطو على الله عليهم اي غاتشوف غاتشوف هاد الراحه شوف واحد راه جاب عرض باغي يبيعوا له عرض لهم داير لي الضم حيدي الكابل عند الناس العرض لهم قال لي البانوا لي مسؤولين اه
ما كاين لا مسكين شكون يدوي معاه جات فوق الدقه هو هذاك مشيتي بعدا ماك صحاح هو هذا حنا بغينا هنا الحق بغينا حق بغينا حقنا طالبوا الحقوق ديالنا حقوق ولاد بوعزيز بغينا حقنا في السبت ولا في البطوار ولا مع الاسلام مع كلش كلشي يكون واقع هاد السبت راه سيدنا عاش عليك عاش سيدنا عاش سيدنا بقى لا راهي صعاب عاش سيدنا بقى لا راهي حيدو مرضي قلب النور هذه حاله عاش الملك عاش الملك عاش سيدنا عاش سيدنا حنا كنطلبوا على الحق الله يرحم الوالدين الحق الحق عند الله سبحانه وتعالى كل من هو قوم ظالم الله يعمر بياخذ في الحق اللهم امين هو قوم ظالم الله يعمر بياخذ في الحق اللهم امين حيدونا من الهم بزز هادي تكفي بزز حيدونا من الهم هادي تكفي ولا قال شي واحد كما بغى يقول لي النوع ديالو حياته ماشي مشكل ياكلوا في الماء لا الله كاين البشر خوتنا كاينين وكاينه المرودات في كل بلاد عاش الملك عاش سلاف وميتين شنو فرق لا شو كنخلصوا على البدوار ديال الذبح ديال الذبح كيطانس كنخلصوا في البدوار 5200 ما كتتبع 50 عام كتتبع هنا في النار في سيمانه من السبت للسبت وعاد زيدك تخلص على الحوانت الشهريه ديالهم وعاد النظافه ديال السيمانه هي كنخلصوها هذا 10 من الجو كنخلصوا 3 درهم وكنخلصوا 20 درهم وناكلوا العصا وناكلوا العصا لا جينا نقول حقنا ناكلوا العصا ما كاينش يدوي معنا ما كاينش يسق منا جينا عند الرئيس ديما سوقناش على بلايصنا بغينا نعطيكم مترو واش جينا نعطيو مترو بلاصتنا عطينا مترو عايشين منه عايشين من وليداتنا ولاد ولادنا الناس اللي عاطيين الفلوس الحوانت انت باقيين ما رابوش الناس اللي عاطيين الفلوس الناس اللي عاطيين الفلوس حوانتهم باقيين علاش عندهم الفلوس مدورين حنا ما عندناش عندنا الله والملك الله ينصرو الله ينصرنا الله ينصر سيدنا ما تجيش ما كانتش يكون الناس ما تجيش 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 ما تجي